اهلا وسهلا. اجيب لحضرتك ايه؟ تشرب ايه؟ يا استاذ يا استاذ تشرب ايه حضرتك؟ ويسكي لو سمحتي. كلنا عندنا مشاكل. ايوه، مش زي المشكلة اللي كنت هقع فيها ابدا. بتهيألك. اشرب. اشرب. تخرجي معايا؟ فين؟ حفلة استعراض عالمي، معايا تذكرتين واخر يوم له النهاردة. ارجوك علشان اوافق ان احنا نخرج سوا. ليا شرف. لا تعرف اسمي ولا تعرف انا ساكنه فين. نروح نتفرج على الاستعراض وبس. موافق، بس نقعد هنا لغايه الساعه 10 وبعد كده نروح على طول. انت اللي صوتك بالتليفون؟ لا 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 يا ابني، مش انا، ده عم ادم. مين عم ادم؟ زوج القتيله ده؟ لا 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 لا، ده الكبار بتاع الفيلا. بتاع الفيلا. هو فين؟ فين؟ تحت امر سعد، بس بعد اذنك نغطي القتيله. ربنا يستر عرضك يا ابني ويجازوك ادي الحرام. بعد المعاينة يا عم ادم، وارجوكم محدش يلمس اي حاجه، فاهمين؟ تحت امرك. الساعة 13، يلا بينا. متشكر. اتفضل شوف.
يعني وقت الحادثة آدم كان جوه الفيلا وأنت بره؟ أيوة يا فندم، زي ما قلت لسيادتك قبل كده إن أنا كنت جاي بدماغه. آه، وكانت الساعة كام وقت الحادثة؟ 9 ل 10 يا فندم. وأنت بتقفل المحل الساعة كام؟ الساعة 8 يا فندم. طب وإيه اللي أخرك؟ الست الهانم كانت مستعجلة على المكوى فاضطريت أتأخر يا فندم. طب وبعدين؟ كمل، إيه اللي حصل؟ ما أنا قلت لسيادتك يا بيه، أنا كنت داخل بالمكوى، يا دوب أنا داخل من باب الجنينة وسمعت صرختها. بصيت لقيت واحد جاي جري، وعم ادم راح فاتح الباب وراح صارخ، رحت جاري محل عليه، كان هو اشد مني حبتين، راح موقعني وواقع فوقي وجاري، جريت على عم ادم قلت له مين اللي وقعني؟ فقال لي ان اسمه حسام، انا ما كنتش اعرف ان اسمه حسام غير لما عم ادم قال لي ان اسمه حسام. حسام يا فندم. وساكن فين حسام ده؟ انا ما اعرفش بيه، عم ادم هو اللي يعرف. ساكن 10 شارع الخليفه بالزمالك، شقه 4 ساعات البيت. قول لي يا حمودة. ايوه يا فندم. هو انت بتشتغل بالهدوم دي؟ لا يا فندم، دي هدوم الخروج. اها، شيك. انت متأكد يا حمودة ان ادم كان جوه الفيلا وقت الحادثة؟ قصدي سيادتك ايه يا فندم؟ قصدي انت متأكد انه كان جوه الفيلا وقت الحادثة؟ ايوه. سعادة البيت. ايوه، انا سألتك انت، بسأله هو. ايوه متأكد يا فندم. وايه اللي خلاك متأكد قوي كده؟ اصل يا فندم هو ما تسيبه يتكلم. اصل لما القتيله صرخت هو طلع من الفيلا الاخر يصرخ. مش ممكن يكون هو اللي قتلها؟ انا بيه الله يسامحك، انا مش قلت لك تسكت انت؟ ايوه. قلت ايه يا حمود؟ حول ايه يا بيه؟ ما هو لا يمكن عم ادم يقتل يا بيه. ولا يمكن يقتل ليه؟ عشرة عمره واعرفه، ولا يمكن يقتل يا بيه. وانت تعرفه من قد ايه؟ خبير البصمات رفع كل البصمات الموجوده في الفيلا يا فندم. طب قول لي، فتشتوا الجنينه والفيلا؟ فتشنا الجنينه والفيلا، ما لناش فيهم اي حاجه. طب انا رايح مشوار راجع على طول، ما تخليش حد منهم يخرج من هنا. الله، ليه يا سعاده البيه؟ ده احنا مالناش ذنب، احنا قلنا اللي حصل بالظبط يا سعاده البيه. يا بيه هبال، يا بيه ده انا مكواجي يا بيه. ما تخلوش حد منهم يتنقل من هنا، تعالى معايا يا فتاح. يا سعاده البيه يا بيه. You hit your friends.
عليا، ما كانش قصدي. حسام مش موجود دلوقتي، مين حضرتك؟ استاذ حسام طبعا. اي يا فندم، انا اسف اننا دخلنا شقتك من غير استئذان، بس انا معايا تصريح من نيابه. حنان خير؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ جريمه قتل يا استاذ حسام. جريمه قتل؟ طب حنان دخلها ايه؟ لا حنان ملهاش اي دخل بالموضوع. امال فين كربطتك يا استاذ حسام؟ ممكن الأنسة حنان تروح؟ ممكن أعرف ليه؟ أرجوك إذا خليتها تروح هتتكلم؟ أيوة. أنسة حنان، ممكن حضرتك تروح دلوقتي؟ ما تخافش يا حسين، أنا متأكدة إنك بريء، مش ممكن تقتل حنان. أنا ما قتلتش وما أعرفش هو بيتكلم عن إيه. أنا عرفت كل حاجة ولازم أفضل هنا. ممكن يا رأفت بيه؟ حنان روح أنت، أنا عارف ومتأكد إن أنا بريء، أرجوك يا روح أنت. Thank you.
انت كنت هناك؟ ايوه فعلا كنت هناك. وحموده شافك بتجري؟ كنت بجري فعلا. طب ليه؟ لانها حاولت انها فهمت. طب انت رحت هناك الساعه كام؟ حوالي الساعه 7:15 كده. وبعد ما هي حاولت انها خرجت من هناك الساعه كام؟ تقريبا 8:10. 8:10؟ لكن ده حموده المجي بيقول انك انت خرجت الساعه 9. لا لا، حموده ده كذاب. كذاب. طب ورحت فين بعد كده؟ تنزل اسكندريه تجيب جوز القتيله. هو قاعد في لوكاندا اسمها هي اسمها ايه لوكاندا يا حموده؟ لوكاندا اسكندريه. وانت عرفت ازاي؟ هو مش عم ادم قال في الفيلا قبل كده ان اسمها لوكاندا اسكندريه؟ فعلا، برافو عليك. واحد. شكرا. اسمها لوكاندا اسكندريه زي ما قال حموده. وهو اسمه كاظم لطفي. تروح تجيبه فورا. لا لا لا، خليك انت. احنا لسه قلنا حاجه. قلت لي بقى مين اللي قتل حموده؟ والمدام توفت امتى؟ امبارح الساعة 8. هو كاظم بيه زبون هنا؟ هو بقاله أكتر من سنة ونص بينزل عندنا تقريبا كل شهر. كويس. ادخل. صباح الخير. صباح النور. خير يا حسن بيه، في ايه؟ خير بإذن الله، اتفضل. كاظم بيه لطفي؟ أيوة يا فندم. في ايه يا حسن؟ سيبتني العشاء. سيادتك لازم تروح دلوقتي مصر حالا. ليه؟ في ايه؟ المدام بتاعتك. مالها المدام؟ ثم مين حضرتك؟ انا النقيب عبد الفتاح مصطفى. يبقى ايه في حياتك؟ طيب يا عماد، انت كنت فين بقى ساعة ما الجرس ضرب؟ سعادة البيه، ما انا قلت لسعادتك انا كنت في المطبخ بحضر العشاء للست هانم عشان اعشيها قبل ما امشي حسب اوامر كاظم بيه، لانه كان موصيني اني لازم اعشيها قبل ما امشي. وبعدين كمل. وبعدين انا لما كنت واقف في المطبخ سمعت جرس الباب بيرن، لكن قلت في عقلي بالي ياض سيبك منه، اصل اللبن كان على النار وخفت ليفور، لكن قعد الجرس يرن، فقلت بقى ياض ما بدهاش لازم تفتح. حكمة ساعات بيه الست هانم ما كانتش بتحب الدوشة. نزلت اللبن من على النار ورحت افتح الباب. خرجت من المطبخ اتجهت ناحية الطرقة. لما سمعت الست هانم بتقول لي خليك انت عم ادم انا هشوف مين. هو انت سواق ولا طباخ؟ انا ساعات بيه طباخ وسواق وكل حاجة لكاظم بيه. فهمت. طب والست كانت فين لما نادت عليك؟ في اوضتها ساعات بيه. وش عرفك انها كانت في اوضتها؟ علشان قبل ما ادخل المطبخ قالت لي بقى هات لي العشاء في الاوضه يا عم ادم. اتفضل. بصمات حسام؟ ايوه. ده هو الكولونيا اللي على كده، فضل. من نفس نوع الكولونيا اللي بيستخدمه حسام. طيب متشكر. العفو. ممكن تتفضل انت يا عم ادم. متشكر يا صاحبي. السلام عليكم. هي الست كانت شايله شمعدان ليه في ايدها يا عماد؟ ما اعرفش يا سعاده البيت. طب مع السلامه. الله يسلمك. السلام عليكم. يوم 27/5 الساعة 8 بالليل؟ أيوة فعلا.
حصل. طيب ايه رايك ننزل نفس الاماكن اللي انت رحتها ومنها هنعرف عندك مانع؟ لا يا فندم تحت امرك. ايه يلا بينا. وايه الحكايه؟ كان في واحد شحات هنا وانا اديته فلوس. تشربوا ايه؟ مساء الخير. مساء الخير. فاكراني؟ ما خدش بالي. انا كنت موجود هنا امبارح. اه افتكرتك. شربت ويسكي مش كده؟ تمام. كنت هنا بقى الساعة كام؟ الحقيقة مش فاكرة، لكن افتكر انك مشيت 10. ايوه انا مشيت الساعة 10، لكن كنت هنا الساعة كام؟ أرجوكي. ايوه فعلا انا مشيت الساعة 10، لكن لما جيت كان في واحدة ست قاعدة هنا. لابسه باروكه حمراء وفستان اسود. ومشينا الساعة 10، لما جيت بقى كان الساعة كام؟ اسفة، مش فاكرة. أنا كنت هنا امبارح فعلاً. ليه تعملي كده؟ ما هي ما قالتش إنك ما كنتش موجود. أيوة بس كان في ست هنا. أنت بتنكري ليه؟ قول لي اسمها إيه وعنوانها إيه؟ ما أنا قلت لحضرتك إن أنا ما أعرفهاش. مش عايز تصدقني ليه؟ أنا حكيت لك كل اللي حصل. انت متاكده؟ طبعا يا فندم. طيب متشكرين، يلا بينا. هو ده اللي كان قاعد امبارح، اهل معروف. افتكر كويس. خير؟ امبارح بالليل. يا ابني لا نعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل. افتكر كويس، امبارح بالليل كان في واحدة ست ادتك فلوس وهي بتديها لك السيجارة لسعت ايدك اللي معاها ادالك جنيه. فاكر؟ لا يا ابني ما حصلش. ما حصلش؟ طيب وريني ايدك اللي اتلسعت. انهم فيهم يا ابني؟ يلا بينا يا حسام. الراجل ده كذاب. معلش يا الله يسامحك. المهم عندي مش قيمة البوليسة دلوقتي بالرغم ان قيمتها 100,000 جنيه،
المهم عندي براءة الموظف بتاعي. يا فندم حسام بريء. أنا ما يهمنيش حسام في حد ذاته، أنا يهمني حسام في كونه موظف عندي. يا فندم. يا حنان أنت بتتكلمي من منطق وأنا بتكلم من منطق آخر. يعني إذا أدين حسام تبقى وصمة عار في سمعة الشركة. أنا مش من مديرين الشركات اللي بيسعوا ورا عدم صرف قيمة البوليصة. لا، أنا المهم عندي سمعة الشركة مش قيمة البوليصة. يا فندم أنا يهمني سمعة الشركة زي حضرتك بالظبط. وفي الوقت نفسه يهمني براءة حسام، مش عشان موظف في الشركة، إنما عشان هو فعلا بريء. بريء بريء؟ كل حاجة تقولي لحسام بريء؟ إزاي بريء وكل الأدلة بتقول إن هو القاتل؟ لكن وشهادة الشهود اللي شافوه، والكرافطة اللي اتخنقت بيها، ورصماته اللي في كل حتة، وعدم استطاعته إثبات وجوده في أي مكان ساعة ارتكاب الجريمة. بس أنا شايف إن القضية دي متعبة أوي بالنسبة لك. أصل كل الأدلة بتقول إن حسام هو القاتل. طب ممكن أطلع على ملف القضية؟ طبعا ممكن أوي. بس كنت عايز أقترح عليكي تخلينا جاي بالليل عشان القضية تكون اكتملت. طيب متشكرة أوي. يعني أقدر أجي بالليل؟ أوي أوي. وعلى فكرة ما تنسيش سلمي لي على والدك. حضرتك تعرفه؟ طبعا، ده كان أستاذي. حوالين الفيلا اليومين دول صبح وبالليل. طب يا حموده مع السلامه، بس خلي بالك من نفسك، اوعى يكون حد مراقبك. حد يراقبني؟ مش عيب برضه؟ حموده واعي، وبعدين هيراقبوني ليه؟ المحروس ولبسته التهمه والمدرسه شهد معايا. سلام. مع السلام اللي انت بتقوليه ده معقول جدا منطقيا، لكن مفيش ولا دليل في صالحه. لازم نسلسل الموضوع من الاول علشان نعرف ليه القاتل اختار حسام بالذات ولزاله التهم. ايه مصلحه الشهود انهم يقولوا ان حسام هو القاتل؟ مين اللي له مصلحه في قتل المجني عليها، وخصوصا ان الجريمه تمت من غير سرقه؟ وادي القضيه تحدد لها جلسه للحكم. طب والعمل؟ لازم نعرف اولا ليه الشحات والبارميد بيكذبوا. ده طبعا اذا كانوا بيكذبوا. Thank you.
في قضية حسام. أنت عارفة إن أنت ما تقدريش تمسكي القضية لأنك أنت محامية الشركة. أيوة عارفة، بس أنا محامية ودارسة القانون كويس. وشايفة إيه؟ الحقيقة اللي أنا شايفاه إن كل الأدلة ضده. كاظم بيه. أيوة يا آدم. حضرتك هتروح المحكمة بكرة؟ طبعا، ده النطق بالحكم بعد بكرة. تحبي أجي مع حضرتك؟ لا خليك أنت هنا. تشوف أول ما حنان بنتي قالت لي على اسمك افتكرتك وقلت لازم أجي أسلم عليك. أهلا وسهلا يا فندم، حضرتك شرفتنا. ولو أعرف فين مكانك كنت عزمتك على عيد ميلادي يوم الاثنين اللي فات. ياه، ليلة جريمة؟ بالظبط كده. على الأقل كنت خدت في ايدك شمعة وأنت مروح. هو بالمناسبة كانوا كام شمعة؟ لا أبداً. يوميها شركة كهرباء حبت تحتفل معانا بعيد ميلادي، فراحت قطع النور. بس يوميها زودتها شوية. اضطرينا نولع الشمع بعيد عن التورتة، وبقى كل واحد ماسك شمعة عشان ينور بيها وهو قاعد. وهي الكهرباء قعدت مقطوعة قد إيه؟ قعدت مقطوعة حوالي 3 ساعات. وسيادتك تفتكر الكهرباء رجعت الساعة كام؟ هي رجعت حوالي الساعة 10 مساء. وحضرتك كنت قلت لي عيد ميلادك يوم إيه بالظبط؟ يوم الاثنين 27/5. لكن ليه كل الأسئلة دي؟ لأن بيت سيادتك في نفس الشارع اللي فيه فيلا كاظم. الساعة 7 للساعة 10 بالليل. معنى كده ان انا ممكن اقبض على حمودة وادم بتهمة الشهادة الزور، لان لما الكهرباء تبقى مقطوعة مش ممكن جرس الباب يضرب، وده كان كلام ادم. وفي نفس الوقت لا يمكن يشوف الراجل اللي كان بيجري في الجنينة ويوصف شكله وكمان لبسه. طب الكلام ده ينطبق على ادم، انما حمودة نفس الادلة اللي على ادم. يزيد عليها حاجة، إن الجريمة تمت يوم الاثنين، ويوم الاثنين أجازة المكوى جاية. بس كل ده برضه مش دليل. أنا محتاج لدليل مادي، دليل أقدمه للنيابة علشان أعيد التحقيق. لأن كل واحد ممكن يقولك ما كانش واخد باله، الدنيا كانت ضلمة، ما كانش شايف كويس، كنت متلخبط. إذا كان أنا نفسي متلخبط. قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم حسام أحمد متولي إلى فضيلة المفتي. بريء. أنا بريء 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 عالم بريء بريء بريء.
انا عارف انك بريء، لكن للاسف الشديد مفيش في ايدي دليل مادي واحد. كان ودي ان انا اساعدك يا حسام، لكن الموضوع كله خرج من ايدي. بعد ايه؟ بعد ايه جاي تقولي الكلام ده؟ ما قلتوش ليه من الاول قبل ما يحكموا عليا بالاعدام؟ ما كنتش اقدر، حتى لو كنت اقدر ما كانش في ايدي دليل مادي واحد. الحاجه اللي انا مش قادر افهمها، ليه كلهم كده؟ مش عارف. طيب حاول تساعدني. رسميا ما اقدرش يا حسام، لكن صدقني لاني متاكد انك بريء. صدقني هعمل كل اللي اقدر عليه. حنان عامله ايه دلوقتي؟ حنان بتحبك. وايه الفايده دلوقتي؟ شوف، هو في امل، بس لو تحاول تفتكر انا قلت كل اللي حصل بالظبط، وهو ده اللي خلاني اتاكد انك بريء. لانك لو كنت انت القاتل الحقيقي كنت اخترعت مليون دليل علشان تثبت وجودك خارج الفيلا اثناء ارتكاب الجريمه. احساسي كان بيقول انك انت صادق لانك تمسكت بكل اقوالك، لكن القانون عايز ادله وبراهين. عارف. قولي مين ممكن يقف جنبك غير حنان؟ عم ادم راجل طيب وبيحبني، اكيد لو طلبت مساعدته مش هتاخر ابدا. بعد بكره. بعد بكره ايه؟ انا مستعجله قوي. هي الناس دي فاكرانا ايه؟ على قد ايديهم احنا بنتحرق. لا والنبي يا اسطى، الغلطه غلطتي انا، اصل انا بقى بشتغل غسالة، هاخد هدمتين من هنا وهدمتين من هنا واكويهم وكله اكل عيش. بقى الجمال ده كله بيشتغل غسالة؟ او الناس. طب ما تيجي جوه. تخش انت. ما تعويش. لا خش بس. دلوقتي هذا مختفي وحمودة مش سهلة زي ما انت فاكر. يبقى في حاجة مهمة لازم نعملها. ايه هي؟ الحاجة اللي احنا لازم نعرفها دلوقتي، كاظم لطفي كان في اسكندرية وقت ارتكاب الحادثة ولا لا؟ انتوا مش عرفتوا انه كان موجود في الاوتيل؟ انا عارف، لكن قبل ما نستدعيه بيوم كان في اللوكاندا ولا لا؟ هو ده المهم. حنان شرف الدين؟ ايوه يا فندم، غرفه 802. الحمد لله على السلامه. على سلامة. اتفضلي يا فندم. شكرا. اهلا وسهلا. لو سمحت، في واحد بينزل عندكم اسمه كاظم لطفي، يا ترى موجود في الاوتيل؟ لا يا فندم، ما جاش من وقت حادثه المحكومه زوجته. شكرا. الحمد لله على السلامه يا فندم. دي آخر مرة تيجي فيها هنا من غير إذني، فاهم؟ قلبي كلم. طب اتفضل امشي دلوقتي. حاضر. لو سمحت في مصور هنا للأوتيل؟ أيوة فندم موجود، أبعته لك؟ لو سمحت. حاضر. ايوه، اي خدمه ست؟ ايوه لو سمحت، انت صورت هنا حفله كانت 27/5؟ طبعا صورتها، صورت كل فيها. طب في واحد بينزل هنا في الاوتيل اسمه كازن بيلوت، تعرفه؟ ايوه. طب ممكن تجيب لي صور بتاعته عشان هو مش هيقدر يجي وانا هاخدها بالنيابه عنه. بكره ان شاء الله الدور هجيبهم ستك. يا ريت، عشان انا ماشيه بعد الدور. تحت امرك. ميرسي.
حنان، ايه الاخبار؟ طيب كويس. اسمعي، انت بكره تاخدي صور وتجيلي على طول، اصل عندي ليكي اخبار كويسه قوي. لا مش هقدر اقولها لك في التليفون، لما تيجي بقى. طيب مع السلامه. طيب يا كازم بيه لطفي. شغالك عند كاظم بيه صاحب الفيلا اللي قدامنا دي. ياه، دول باين عليهم ناس اغنياء قوي. طب واللي زي دول هيرضوا بواحده بلدي كده زيي؟ ده تلاقيه يا ستي. قولي يا باسط، ما هو راجل زينا هو تعب فيها. المهم بالسلامه انت دلوقتي، وانا معاد له النهارده هبقى اكلمك. طب ما اجي معاك مادام رايح له عشان يشوفني. والفيلا ايه؟ ما هو لو في الفيلا كنت خدتك ورحنا له، بس انا حابله في حته تانية. طب كويس. طيب فوتك بعافيه بقى، وبكره من نجمه هقفلك على باب الدكان. تشرف. قد يا اسطى. اتفضلي حضرتك يا كابتن. رفض ايه في ايه؟ اتفضلي. احنا مشينا ورا حموده وبس، لكن ما مشيناش ورا الشحات والبرميل.
حاجه. اي حاجه. Thank you.
شويه فلوس كل شويه فلوس. ما انت عارف المصاريف يا مدرسه. وبعدين انا قافل الدكان اليومين دول، وبكره ان شاء الله انا هخلص العمليه دي. حموده انت عارف تنظم كويس مدرسه المدارس، وعارف اني اقدر اخلص العمليه دي بنفسي. بس انا بقول حموده برضه واد جدع وهو ياكل عيش. انا خدامك يا مدرسه، بس محبكش وانت معكر ده، محبش اشوفك وانت كده. انا تحت امرك حموده. يلا بينا قدامنا شغل كتير. Thank you.
حد ورا اللي حصل. طبعا امال هتقع لوحدها. كان في حد فوق لكن ما كانش كاظم، لان كاظم كان في كباريه. والحل ايه؟ خطتنا هتمشي زي ما هي. ايه ده انت اللي بايتة هنا؟ طب بقول ايه؟ مش هتوديني الشغل الاول؟ تعال. تقريبا ده تمر وصل يا فندم. هو ده اللي انا عايزه. رخص كازن دي لطفي. سحبت في بركة السبع يوم 27/5 الساعة 10:15 مساء لقيادته السيارة بسرعة 22 كيلو في الساعة عندما كان متجها إلى الإسكندرية. والله وقعت يا كاظم لطفي. ما تقعد يا حمودة واقف كده ليه؟ ما تقعد تفطر. شكرا يا مدرسة. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ أنا فطرت خلاص. ما تكسفهاش في النبأ مدرسة في أول أكلة بتقدمها لك. هاتيلي الشاي يا سعدية. سعدية يا مدرسة؟ سعدية أوي. هاتيلي الشاي يا سعدية. قول بقى يا عم آدم، اتكلم. أنت راجل تاقي وتعرف ربنا. يعني لو اتكلمت تسيبني يا سعادة البيه؟ لو اتكلمت هتبقى شاهد. اتكلم بقى يا عم آدم. مين اللي قتل سامي الشناوي؟ كوثر الشناوي يا سعادة البيه. اسمها سامي الشناوي. لا يا سعادة البيه، كوثر. هما اتنين؟ توأم يعني؟ ايوه، كوثر الشناوي وسامي الشناوي. فهمت. طب مين بقى اللي قتل كوثر؟ كاظم؟ لا يا سعادة البيه، كاظم بيه كان عند ابويا في نفس الليله هو ومراته، وما رجعش الا بعد الجريمه ما تمت خالص. طب وحمودة؟ حمودة كان بره ساعة البيه، وأنا طلعت من المطبخ لقيتها مقتولة. طب هو كاظم كان بيعمل إيه عند النبوية؟ كان بيودي لها مراته. هو نام عليه بالظبط؟ يقبل التأمين ويسافر. طب والجريمة اللي حصل؟ ملوش يد فيها يا ساعة البيه، صدقني، ما قتلهاش. طب اسمع، أنا ليه طلب عندك؟ بس الأوراق دي ناقصة، وعشان نصرف قيمة البوليسة لازم تكمل الأوراق. ناقصة إيه؟ سيادتك عندك بوليسة التأمين وعقد الزواج وإثبات الشخصية. يا فندم سيادتك في غنى عن التعريف، بس المسألة مسألة روتينية، وخصوصا في حالة المرحومة، وهي مش هتاخد أكتر من إجراءات بسيطة. يعني إجراءات؟ إجراءات إيه؟ التأمين على الحياة من أهم مميزاته انه ادخار اجباري واختياري، وحضرتك هتصرف قيمة البوليسة بالكامل طالما ان حضرتك الوريث الشرعي الوحيد له. بس انا عايزك تهدى. ازاي اهدى وانت بتتهرب؟ واحد غيرك كان لازم يلم الموضوع، خصوصا ان المجرم موظف في شركته. ما هو عشان كده الشركة بتدقق، عشان يمكن المجرم يختار موظف من الشركة، عشان الشركة تصرف قيمة التأمين والدالي على سمعتها، وده المؤكد يا كاظم بيه. على فكرة ما تنساش ان الحكم صدر على الموظف بتاعكم بالإعدام. اتقتلت؟ مش معقول. في حد ورا جريمة، لكن مين مش عارف. ايوه طيب،
البنت اللي كانت معايا في البار اختفت وملهاش اي اثر. والشحات هو ده اللي انا لازم اعرف منه كل حاجه، ولازم اعرفها منه بنفسي. لكن قبل كده في لازم حاجه اعملها بكره، وبعد كده هتخرج من هنا على طول. مالك شايل طاجن ستك ليه؟ مفيش يا مدرسة، النبوية اللي كانت قطة مغمضة. ايه مالك؟ افتكرت نفسها دكتورة بجد، قعدت تقول لي بلبل في ايدي ولا عشرة على الشجر مش عارف. المهم انت عملت ايه؟ كل خير يا مدرسة، الجواز اهو، بس طلبت مية. عناية. ماشي يلا بينا عشان نلحق شركات الطيران، لازم نخلص الحكاية دي بسرعة. ماشي. حاضر. بتكلمي مين يا سعدية؟ ده واحد بيسأل عليك. اسمه ايه؟ ما قالش باسمه. امال خفتي اول ما شفتيني ليه؟ انطعي. اصل حضرتك دخلت كده من غير ما احس، اتخضيت. اسمعي انا مش بيه زي ما انت فاكره، انا عارف الالعاب دي كويس وعارف انت جايه هنا ليه. ما تقولي كنت بتكلمي مين؟ ابدا يا بيه، حضرتك غلطان. انا انت ايه؟ تعالي قولي لي بقى انت جايه هنا ليه؟ لا يا بيه وحياتك ابوس ايدك على عرضك. يا بنت بطلي الاونطه دي، ده احنا بتوع الاونطه. النبوية اتأخرت أوي، أنا قلقان. الباسبور بتاعك لو سمحت. الباسبور بس يا فندم. أيوة الباسبور. اتفضل امسكوه. سمعتها وهي بتتكلم في التليفون مع اللي مشغلها وبتديله ميعاد.
انا فاكر انكم هتشكروني بدل ما تقبضوا عليا. احنا ما قبضناش عليك عشان كده يا كاظم بيه. امال جايبيني هنا ليه؟ اقدر اعرف؟ اولا احب اعرفك على الانسه حنان، محاميه في شركه تامين، وتبقى خطيبه حسام احمد متولي. المتهم بقتل زوجة حضرتك ساميه الشناوي. وانا مالي بالموضوع ده؟ انا بسال انتوا جبتوني هنا ليه؟ كاظم بيه، حضرتك متهم بقتل مراتك ساميه الشناوي، وارجوك ما تحاولش تنكر، ما تتعبش نفسك وتتعبني معاك، لان الادله كلها تحت ايدي. يا بيه انا ساعه الحادث كنت في اسكندريه. صدقني انا ما قتلتش ساميه. مظبوط يا كاظم بيه، اللي ماتت مش ساميه، اختها كوثر. يا فندم ساميه ملهاش اخوات. اللي ماتت مراتي ساميه. الله يرحمك يا ساميه. اتفضلي يا مدام. انا ساميه يا كوثر. حمولة نبوية، أنا مش هروح في ده لوحدي يا كاظم بيه. ممكن التليفون؟ اتفضل يا فندم. ألو رأفت بيه؟ أنا آدم يا رأفت بيه، لقيت العنوان يا بيه. ايوه فضلت وراه لغايه ما دخل شقته. العنوان يا سعاده البيه. مين؟ افتح. مين؟ مساء الخير. مساء الخير. انت مين؟ انا رأفت عبد الرحيم. عايز ايه؟ عايزك انت. ممكن اتكلم معاك شويه؟ هنتكلم في ايه؟ طب نقعد بس الاول. لكن انت مين؟ ما قلت لك يا اخي. نسيت اقول لك ان انا مفتش مباحث. يا بيه انا ما عملتش حاجه والله. طب اقعد 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 بس. حاضر حاضر. ايوه ايوه. لا مؤاخذه بيه، ما فيش نور هنا. اصل ما تفرقش معايا. لا بتعرف ليل من النهار ولا نهار من الليل. تمام كده. امال انت شفت المسدس ده ازاي؟ مسدس؟ مسدس ايه؟ المسدس اللي خفت منه. ولا انت فاكرني زيك بقى؟ ما اعرفش الليل من النهار ولا النهار من الليل. يا بيه والله انا مفيش داعي نضحك على بعض. ده انت مفتح اكتر مني. فمفيش داعي للكذب. وايه اللي اقبض عليك واحطك في الحجز؟ تسول. يا بيه انا ما عملتش حاجة. لا عملت، وانكرت ان كان في واحده مع حسام. يا بيه ده انا راجل غلبان. حسام كان في البار وكان معاه واحده، خرجت معاه، السيجاره كانت في ايدها، لسعتك وهي بتديلك فلوس. انا رجعت مع حسام تاني يوم، سالك، استشهد بيك، انكرت. ممكن اعرف ليه؟ ما ترد، انكرت ليه؟ انت ما بتردش ليه؟ ايه وما عملتوش؟ المصيبه انه كان قاعد قدامي وكان خلاص هيتكلم. الوقت بيمر بسرعه. انا لازم اوصل لنتيجه. خلاص ما بقاش قدامي غير اسبوع واحد. ابدا. هو كل اللي حصل ان احنا بعد ما خرجنا من المسرح ركبتها تاكسي ومشيت. بعد كده انا روحت لقيت رأفت بيه موجود. طب قول لي، ما فيهاش أي علامة؟ أي حاجة تميزها يعني؟ لا أبدا، مفيش أي حاجة.
لكن كان ايه ايه في حاجة هايفة جدا جايز تفيدك يعني. قول قول يا ابني قول. هو احنا لما دخلنا المسرح ادوني بامفلت موجود فيه اسماء الرئيسين والبروجرام اللي بتقدم، انا واحد وهي واحد. وده ماله ده؟ اصلا انا لاحظت ان البنت دي عندها عادة غريبة، بتتني اطراف اي ورقة تمسكها، تيجي عند كل ركن وتحنيها. وايه فايدة ده كله طول ما البنت مش معروفة؟ لازم رأفت بيوصل البنت الاول لازم. يعني هي ما بتقراش جرايد وعارفه انها لو ما اتكلمتش في واحد بريء هياخد اعداد؟ اكيد عرفت واكيد عرفت، لكن عندها سبب قوي انها ما ظهرتش، بدليل انها ما كانتش عايزه يعرف لا اسمها ولا هي ساكنه فين. في بقى ثلاث احتمالات، يا اما انها ست معروفه وده احتمال ضعيف بدليل انه ما عرفهاش، يا اما انها تعرف شخصيه معروفه او قريبه شخصيه معروفه. الاحتمال الثالث بقى انها ست متجوزه ومش عايزه جوزها يعرف. الاحتمال الاخير معقول بس مش ده المهم، المهم هي مين وساكنه فين، واذا كانت متجوزه تتطلع عشان تطلع واحد محكوم عليه بالاعدام. المهم بالنسبه لي دلوقتي هنعرفها ازاي، وخصوصا ان هو ما قالش حاجه خالص، كل اللي قاله انها بتتني ورق ولبسها كان شكله ايه؟ اه يعني ابرة في كوم قش. بس هنعرف نلاقي الابرة دي برضه ازاي؟ بطريقة المغناطيس، يعني بدل ما احنا اللي ندور عليها نخليها هي اللي تدور عليها. اللي خلاها ما تجيش من الاول هتيجي دلوقتي؟ هتيجي هتيجي وقت ما احنا نعوزها تيجي، وساعتها بقى هيظهر القاتل الحقيقي، ولما يظهر مش هديله فرصة يفلت من ايدي ولا يعمل اللي هو عايزه. بس المهم انك تكون عارف من الاول، وبعدين ما تبقاش تديله الفرصة اللي هو عاوزها. عارف ما تخافيش عارف. والمبلغ الكبير ده كله جبته منين؟ والمكان ده عطرت عليه ازاي؟ من المباحث طبعا، انا شرحت لشوقي بيه وجهة نظري والراجل اقتنع بيها. تفتكر الحكاية دي هتنفع؟ طب افرض البنت ما ظهرتش، المبلغ ده كله راح كده؟ ايوه يبقى راح علينا، بس انا متهيألي انها هتظهر برضه ان شاء الله. يا رب يا رب. اسمع مالك، انا رايح مشوار دلوقتي، خد ادي 300 جنيه. ايوه يعني ادفع انا؟ ايوه ادفع انت، اشتري كل السيناريوهات القديمه بتاعت علي الكسار وجورج ابيض ويوسف بيه وهبي، وتشتري السيناريو الواحد ب 20 جنيه. طب لو البنت جت هتصرف معاها ازاي؟ خليها تستنى، اوعى تخليها تمشي من هنا. قول لها الراجل اللي عمل الاعلان راح ياكل لقمه ورجع على طول. اوعى تخليها تنقل من هنا. لسه استنى لسه. دي فلوس مير يا اخويا، بتعد ايه؟ مش فاهمة. اخدنا مبنى قديم، طلعنا كل حاجة جواه وحطينا على بابه مكتب قديم. وبعدين نزلنا اعلان في الجورنال. الاعلان ده يا ستي بيقول ايه؟ رجل ساري من هواه جمع السيناريوهات القديمه التي كانت توزع على الرواد في المسار، مستعد لشراء هذه السيناريوهات بمبالغ مجزيه، واحنا كاتبين العنوان. معقوله في حد هيصدق الكلام ده؟ اهي محاوله بقى، هنعمل ايه يا نواد؟ محاوله ايه؟ ده فاضل خمس ايام بس. ما احنا ما قدامناش حاجه تانية نعملها، وبعدين مين عارف من هنا لبكره يمكن حاجات كتير قوي تحصل. وعلى فكره في حاجه مهمه قوي ما قلتلكيش، تعالي. مفيش ولا واحد جه لحد دلوقتي. ربنا يستر. ده كل اللي فاضل ثلاث ايام. يعني مفيش قدامنا غير كده؟ مفيش طريقة تانية نقدر نعملها؟ الاثنين اللي كنا معتمدين عليهم ماتوا. والست ما ظهرتش لغاية دلوقتي.
السلام عليكم عم ادم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش هتاكل لك لقمه؟ ماليش نفسي اكل خالص. كل يوم بيعدي بحس ان حبل المشنقه حوالين رقبتنا. وانا ما اعتقدش ان حد هيجي مع البتاع اللي انتوا اعلنتوا عنه ده. ربنا يستر. مش عارف ليه عندي الاحساس ده. مش المحل اللي يعني الاعلان هو المحل. انت بتروح مسرح بقالك قد ايه؟ كتير يعني 3 اشهر 4 اشهر. واخر مره رحت مسرح كان امتى؟ 3 اشهر. ليه؟ وضحيه بيه ولا ايه؟ انت طول عمرك بتروح مسرح؟ اه. ما تخلصونا يا بيه، كنت هشتريوها مش الاداء. قول لي هي دي بتاعتك الحاجات دي ولا انت واخدها من حد؟ بتاعتنا يا بيه. ما تخلصونا. طيب اديله اديله. اتفضل. 20 جنيه؟ اديله 10 كمان. اتفضل. الحمد لله ابتدينا اهو. بقى في امل يا عم ادم تاني. الو رجع؟ الحمد لله ربنا يستر. لا طبعا هشوف النوم منين. يوم في حياتي. مين عارف؟ مش يمكن يبقى أجمل يوم في حياتك؟ إزاي؟ ربنا كبير. مين عارف إيه اللي هيحصل لما نخرج من هنا؟ نروح فين؟ تعالي معايا. Thank you.
استهاني. لو سمحتي لو سمحتي. اي خدمه يا فندم؟ اصل معايا. ايوه تحت امرك. ايوه هو ده. انت كنت فين يا بنتي من زمان؟ بس في واحد تاني اهم من ده. التاني بقى بيؤكد كلام حسام وحروفه متنيه. يا ترى معاكي؟ ايوه معايا. وريني وريني يا بنتي. هو هو. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم. تعالي تعالي نلحق حسام، ده خلاص هيشنو بكره. اركبي يا بنتي اركبي اركبي. بس دي حياة إنسان مش لعبة. يعني ما تقدرش تلحقه دلوقتي؟ نلحق كل حاجة إن شاء الله. وقفت هنا ليه؟ وقفت ليه؟ وقفت عشان اخلص عليكي، عشان اخلص منك. انت الدليل الوحيد على براءة حسام. مش فاهمة حاجة. انا قتلت كوثر الشناوي. ايوه قتلتها. ايوه قتلتها عشان قتلت بنتي. بنتي الوحيدة اللي كنت عايش لها. كانت نور عينيا، كانت كل حاجة بالنسبة لي. هي اللي علمتها الحبوب والابر لغاية ما قضيت عليها. قتلتها عشان كده كان لازم انتقم منها. وانت انت قتلتها. قتلتها انا اللي قتلتها، فاهمة؟ لكن الظروف كانت اقوى مني. كان في شهود كتير على براءة حسام. قتلتهم كلهم. ما كنتش فاكر ان انت هتظهري، لكن ظهرتي. جيت لقضاكي ولازم اخلص عليك. انزلي 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 انزلي. روح اقف هناك، ما تحاوليش تهربي معايا مسدس. اقفي هناك هناك. كفايه لحد هنا. ويا ريت انت كمان تقف لغايه هنا يا ابني. كنت فاهم انك هتضحك عليا، لكن شربتها يا جميل. خلص دلوقتي. رأفت ايه اللي اخبارك؟